كيف تتصور يعني لو الفرد، أنا بسأل حضرتك، لو نريد أن يكون هناك حوار دائم بين المسلمين والمسيحيين في مصر، الكل مصريون يعني بنعيش مع بعض وحنعيش مع بعض، تمام، كيف تتصور أن يكون هذا الحوار في شكله الأمثل؟ في شكله الأمثل أنا بشوف أنه من أهم الأماكن اللي ممكن يكون فيها حوار هي الجامعات والمدارس، وبس في كل واحد بمستواه، يعني المناهج تتغير ويبقى في جزء عن الفكر المسيحي النقي يعني الواضح يعني، وفي الفكر الإسلامي الواضح برضو والنقي، ويكون في تفاعل دائما متكامل سواء في المدارس أو في الجامعة أو في البرامج التلفزيونية. والمهم أنها تبتدي بالبرامج التلفزيونية وبعد كده ممكن تروح الأماكن التانية اللي أنا بتكلم عنها، لأنه في استعداد كبير جدا للحوار. يعني دايما إحنا لما بنروح في أيام الأعياد نعيد على شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والأرثوذكس، يعني ذلك على المستوى الرسمي، المستوى الرسمي وبتبقى الجلسة رائعة وبنفتح فيها كلام حواري حقيقي. يعني حضرتك شايف أن هذا الحوار من الممكن مثلا أن يقدمه أو تقدمه وسائل الإعلام؟ ياريت، ده يبقى كويس جدا. يعني إحنا لو فتحنا الحوار ده بطريقة مثقفة وبطريقة راقية وبطريقة صحيحة، أعتقد إن الناس كلها تتبسط، حتى المتعصبين من المسيحيين أو من المسلمين، لأنه ما حدش يرفض فكرة التقارب بين طبعاً. الشعب المصري ده، هو رغم عدم وجود حوار إحنا بنلاقي الجيران المسيحيين والمسلمين في أي حدث، في حارة أو في مدينة أو في أي مكان، بينضموا لبعض ويدافعوا عن بعض، وفي الأعياد بيتبادلوا الحلويات والحاجات اللي زي كده.